الله بن زمعة رضي الله عنه أنه استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة لما يضحك أحدكم مما يفعل. نعم، إذا الشاهد من هذا أنه نهى عن جلد المرأة، نعم الشرع أذن بالضرب، لكن الضرب غير المبرح. وبالتالي يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد الحد، وخطاب للنساء: إذا زوجك لطشك لا تروح تردي له إياها، لأنه بدل ما أنت ضربتي هو راح يضربك 20 هو الآن، فبدل أن يجلدك جلدة وأخطأ سيجلدك 100 جلدة. وطالع الآن حقوق المرأة وحماية الأسرة وأساليب تساعد على الطلاق والفرقة بين الزوجين. حماية الأسرة هي تخريب للأسرة، بدليل أنهم لا يحسنوا التصرف، القائمين عليها لا يحسنوا التصرف كفكرة، نحن مع الفكرة، لكن كتطبيق واقعي لا يحسن التصرف، لا يعمل على الحل الشرعي والإصلاح بين الزوجين، وإنما يلجأ: هات تقرير طبي وتعالي وإحنا بنحبس لك إياه 3-4 أيام. شخص قبل فترة قصيرة قال لي: يا شيخ ماذا أفعل؟ قلت: عن ماذا؟ قال: زوجتي أتت بتقرير طبي ثم ذهبت بي إلى حماية الأسرة ووضعوني في السجن. قالوا: تعال بس راجعنا 5 دقائق. ال5 دقائق إيش؟ قعدت 4 أيام في السجن بناء على التقرير. وبصت لهت: عندي أولاد وعندي كذا، شو أساوي؟ قلت له: طب أنت شو صار؟ قال: والله رجعتها. قلت له: نعمة ما سويت، لكن عليك 1 2 3 4 5. طب هذا يعني الرجل اضطر ورجعها، وحقيقة هو مبيت النية يطلقها بس بيرتب في أموره الآن عشان يطلقها. إذا حماية الأسرة مش حماية للأسرة، أنت الآن قاعد بتخرب بيت الأسرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي لا ننصح بالضرب، وخصوصا في هذا الزمان، لأنه من أسباب الطلاق وأسباب السجن. حتى لو كنت مظلوم، نعم نعرف ناس تبلوا، في ناس جابوا تقارير شروع بالقتل، يا جماعة شروع بالقتل، لاطشها كف الله يجزيه الخير، طلعوا له إيش؟ شروع في القتل واكتئاب، وتعاني من حالة نفسية اكتئاب. كذب بكذب، والله لو قلتم لها كلمتين في مدح زوجها لخفت نصف المشاكل إن لم يكن كل المشاكل. لكن المرأة تحتاج إلى العاطفة. نسمع. السلام عليكم.